السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نشرح لكم أو نعطيكم ملخص الوحدة الثانية من كتاب الدراسات للصف الخامس الفصل الدراسي الأول. في البداية عندنا في الدرس الأول شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. أذكر موقع عمان بالنسبة لشبه الجزيرة العربية. طبعا موقع عمان بالنسبة لشبه الجزيرة العربية تقع عمان في الجزء الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية. السؤال الثاني، عدد الدول التي تتكون منها شبه الجزيرة العربية. عندنا سلطنة عمان والإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت واليمن. في السؤال الثالث، عدد المسطحات المائية التي تحيط بشبه الجزيرة العربية. عندنا الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب والبحر الأحمر. في السؤال الرابع، أذكر أنظمة الحكم والإدارة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. عندنا الدول والممالك عمان واليمن، أما الحكم القبلي قبيلة قريش. سمي بعض الملوك الذين حكموا عمان قبل الإسلام، آل الجولندة وعبد عز بن معولة بن شمس. عندنا الأنشطة الاقتصادية، عندنا التجارة والزراعة والرعي والصناعة. بالنسبة للتجارة عمان واليمن برية، أما البحرية الواحات اليمامة. بالصناعات الأسلحة والأواني والحلي وغزل النسيج. الآن ننتقل إلى هنا، عندنا ما الأنشطة الاقتصادية والأنشطة النشاط الاقتصادي الذي مارسته قبيلة قريش قبل الإسلام؟ طبعا التجارة. لماذا أو علل تنوع الأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان شبه الجزيرة العربية قديما؟ بسبب تنوع طبيعة الأرض والمناخ. في السؤال التاسع، علل تعدد الديانات في شبه الجزيرة العربية. طبعا هنا بسبب التواصل الحضاري مع الدول المجاورة لشبه الجزيرة العربية. عندنا مجموعة من الديانات الوثنية واليهودية والنصرانية والحنيفية. الوثنية عبادة الأصنام وهي الديانات السائدة. الحنيفية ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فسر حج القبائل العربية إلى مكة قبل الإسلام لتقديم القرابين للأصنام الموجودة في مكة. عدد العلوم التي نبغ فيها العرب، طبعا عندنا اللغة العربية وعندنا الطب وعندنا الفلك. الآن ننتقل إلى شخصيات عربية كان لها أثر فكريا في قبل الإسلام. رقم واحد، مسقلة بن رقبة. رقم اثنين، ابن حذيم. مسقلة هو شخصية عمانية نبغت في مجال الخطابة ومكان مشهور بالفصاحة والبلاغة قبل الإسلام. ابن حذيم طبيب عربي مشهور كان يضرب فيه المثل في الطب قبل الإسلام. أنماط الحياة الاجتماعية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، الحياة الحضرية والحياة البدوية. ما الصفات التي اتصف بها العرب قبل الإسلام؟ الشجاعة والكرم والتعاون ونصرة المظلوم. صف الحياة الاجتماعية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، تجمع بين نمط البداوة والنمط الحضاري. الآن ننتقل إلى سؤال 17، عدد المناطق التي استقر فيها سكان المناطق الحضرية، القرى والمدن والواحات الزراعية. عندنا هناك حياة بدوية وهناك حياة حضرية. طبيعة الحياة البدوية التنقل من مكان إلى آخر، الحضرية الاستقرار اللي هي المدن والقرى والواحات الزراعية. نوع المسكن في الحياة البدوية الخيام، الحياة الحضرية بيوت ثابتة. النشاط الاقتصادي البدوي الرعي والحضرية الزراعة والتجارة والصناعة. عندنا هنا أدرس خريطة شبه الجزيرة. ما الدول والممالك التي قام بها بشبه الجزيرة العربية؟ دولة عمان حكمها مالك بن فهم ثم أولاده
وحكمها بعد ذلك معول بن شمس وأبناؤه من بعده. عندنا ممالك اليمن مثل معين وسبأ، وأيضا الدول المجاورة في شبه الجزيرة العربية الفرس والروم. الدول المجاورة لشبه الجزيرة العربية الشمال الغربي عندنا الروم. ما نوع العلاقة التي تربط شبه الجزيرة بدولتي الروم والفرس؟ علاقة سياسية واقتصادية. وبكذا انتهينا من هذا الدرس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو، وشكرا لكم.